نعم، فهل هناك أيضا من ألوان متعلقة أيضا بالطاقة؟ أكيد هو لون فيزيائيا بشكل بسيط هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية. وقت بتطلع هاي الموجة الكهرومغناطيسية، الجسم البصري خلف الدماغ هو اللي بيترجمها للون. فأيضا كمان بعنا بخلفية بالشبكية العين بعنا 3 نهايات عصبية أو 3 أنواع من النهايات العصبية. كل نهاية عصبية هي مسؤولة عن التقاط موجة معينة بتردد معين وطول موجة معين، وبالتالي بنعكس على دماغنا احنا بنشوفه اللون. جميل، فالالوان هي عباره عن امواج كهرومغناطيسيه وهي فيزيائيه طاقه. نعم، فعلاقة هذه الألوان